يا اخواني، بعد حمله الام اللي كانت في الاسبوع الماضي، والله في نفس اليوم اتصلت ام وقالت ولدي 3 سنوات قاطعني، وجاني الحين يعتذر بعد حمله الام، والان وعدني ياخذني يوديني العمره لمكه. ما شاء الله، اقسم بجلال الله، هذا كلام الام بعد الحلقه مباشره. الحمد لله. يا اخواني، انا بالنسبه لي لو ما طلعت من هذه الحمله الا بهذا الموقف اللي صار، وثلاث سنوات قاطع امه ثم رجع لها، والله ان يكفيني على البرنامج كامل، مو على الحمله، على البرنامج كامل. وصدقوني يا اخواني اللي حضرتوا، كنتوا في الحمله موجودين، تراكم اقول الله يهنيكم، الاثر اللي تركتوه في صدور الناس وفي نفوسهم. وترى هذه القصص اللي وصلتنا، الشيخ محمد سليم الصبحي اللي كان ضيفنا، طلبوا بعض اللي كان يتابعونا رقم، واستأذنت الشيخ وعطيتهم الرقم، والشيخ قال لي والله ان اتصل علي. والعادة الشيخ اذا انتهى اللقاء يعني ينشغل في مكة وفي دروس وكذا، اتصل علي يقول يا اخي وش الاثر اللي صار في الحملة. الشيخ محمد ما كان يقول لي هالكلام، يقول وش الاثر اللي صار، يقول قصص ناس يكلموني، يقول حتى قالوا عن طريقك، قلت والله طلبوا الرقم وعطيتهم بعد ما استأذنتك، فقال لي عط رقمي بعد الاثر اللي شافه. والله يا اخوان، لانه اثر فوق اللي كان متوقع، ويا ربي لك الحمد. اسال الله ان يجعلنا يا اخواني ممن يكون سبب في اصلاح العلاقات على الاقل الاسريه، واسال الله جل وعلا ان يستخدمنا ولا يستبدلنا. رساله اخيره يا اخواني، ارجوكم ثم ارجوكم ثم ارجوكم، كونوا عام بعد الله جل وعلا لهذا اليتيم، واستشعروا قول الله جل وعلا ها انتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل، ومن يبخل فانما يبخل عن نفسه، والله الغني وانتم الفقراء، وان تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا امثالكم. واذكركم بحديث جابر حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم له الا ادلك على ابواب الخير، قال والصدقه برهان، حتى تلقى الله جل وعلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، ثم النتيجة فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. حسبنا من القلادة ما أحاط بالعنق. وأنتم يا إخواني بإذن الله ممن يسمع القول فيتبع أحسنه، بادروا الحين وقدموا وساهموا وأعطوا وأنفقوا من مال الله الذي آتاكم. اليوم أن تستطيع أن تقدم، لأن الله جل وعلا من عليك وأعطاك وأسبغ عليك من النعم ظاهرها وباطنها، فلذلك هذه النعمة تحتاج منا الشكر ولا أقل من شكر الله جل وعلا. من نعمه أنه أعطانا هذا المال، فنؤدي شكره بأن نضع شيئا منه في وقف اليتيم بمكة المكرمة. وصلنا للختام، شكرا لشيخنا الجميل اللي أتحفنا وأمتعنا وأسعدنا بموضوع حقيقي جميل ورائع، وأتوقع أن لامس كثير من القلوب ولامس كثير من واقعنا جميعا اللي نعيشه في حياتنا. فأسأل الله جل وعلا لا يحرم الأجر، وأكرر أن القناة تتشرف أن يكون هذا أول لقاء، وبإذن الله لن يكون آخر لقاء. الله يرضى عنك الشيخ إسماعيل السلمي، شكرا لك الله على حضورك، الله وتعنيك عنك. من آخر الدنيا تراني حولك ساكن. الله يرضى عنك، الله يكرمك. العكس، عسى